الوضع الديني الاول وبعدين نشوف يعني طب لو ما تعذرش الرؤيه ايه الوضع هيبقى. معانا على الهاتف الاستاذ عبد الغني الهندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. استاذ عبد الغني صباح الخير. صباح الخير على حضرتك كل الساده المشاهدين، كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك بصحه وسلامه. بخير ان شاء الله وحضرتك بصحه وسلامه. استاذ عبد الغني، يعني انا دلوقتي امبارح تم الاعلان انه ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم هيكون هو وقفه عرفات، واول ايام عيد الاضحى هيكون يوم الاربع، ما عدا اربع دول اعلنت ده. ايه الوضع يعني هل يعني تحديدا عيد الاضحى كلنا يعني وقفة عرفات بتبقى واحدة أول أيام العيد، لأن أول أيام عيد الأضحى ده بيبقى له، إحنا بقى بنتكلم على في مناسك، في ذبح أضاحي، في رمي جمرات، في حاجات كتيرة جدا. أيوة مع حضرتك فندم. طيب يعني إيه وضع الأربع دول دول اللي هم مختلفين عن بقية الدول العربية والإسلامية؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس يعني دعيني أؤكد على إني التوقيت المحلي لكل دولة هو المعتبر لكل دولة بالنسبة لتحديد اليوم. يعني كل دولة التوقيت المحلي بتاعها المعمول به إلى الآن. نعم. يعني كان هناك اقتراحا في ظل هذا يعني العولمة والانتقال المعرفي أن يكون هناك ميقات واحد يعني لكل المسلمين في كل الدنيا، في بالنسبة سواء في رمضان وسواء بالنسبة ليوم عرفة ولمثل هذه الأيام، لكن إلى الآن المعمول به أنه لكل دولة ميقاتها المحلي فيما يتعلق ببداية الشهر العربي. فيوم عرفة بالنسبة لهذه الدول يكون يوم 9 من ذو الحجة اللي هو اللي موجود فيها بالنسبة لهذه الدول. يعني الإشكالية لا زالت إلى الآن بهذا المعنى. فهو بالنسبة له يوم عرفة هو يوم تسعة ذو الحجة في تاريخه المحلي. كل دولة يوم 9 ذو الحجة في تاريخها المحلي هو يوم عرفة. لكن كانت الحجاج مثلا من المغرب أو من إندونيسيا هم خلاص بيقفوا يوم عرفة على حسب التوقيت اللي موجودين فيه في المملكة العربية السعودية. بالضبط، كل الدنيا في كل اللي موجود في المملكة العربية السعودية بيلتزم أيضا بالتوقيت المحلي الموجود في المملكة العربية السعودية بالنسبة للتوقيت. فهي إشكالية، هو ده الرأي اللي بقى موجود، وهو ده الرأي اللي لسه موجود لحد دلوقتي. لكن هو كان في رأي من سنة 82، كان فضيلة الإمام الراحل الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله كان هو اللي اقترح هذا الموضوع، وهو مفتي للديار المصرية وهو شيخا للأزهر، إن هو يبقى فيه ميقات واحد يلتزم به كل المسلمين، خصوصا إن فكرة الانتقال دلوقتي بقت سهلة. فهو باعتبار ان العالم بقى زي ما احنا بنقول دلوقتي بقى قرية واحدة او بقى مكان واحد يعني، فهو كان مقترح الشيخ جاد عليه رحمة الله، وهو كان مقترح ان المكان ده يبقى في مكة المكرمة، خصوصا ان كل المسلمين في كل الدنيا بينتظر وقفة عرفة في نفس هذا التوقيت. وكان من ادلة الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله وهو التزام الناس بيوم عرفة. للأسف الشديد، وده دعا اليه منظمه المؤتمر الاسلامي دعا في وقتها، اللي كانت منظمه التعاون الاسلامي في وقتها، وتم دعوه لمثل هذه الامور، لكن هذا غير معمول، لم تلتزم به الدول او لم يصدر فيه راي جماعي، فاصبح المعمول به الالتزام بالتوقيت المحلي لكل دوله وليس توقيتا متفقا عليه دوليا في كل الدنيا. فهو بناء عليه زي ما احنا وضحنا، اهل عرفه كلهم في الميقات هيلتزموا من كل دول الدنيا بانهم هيلتزموا باليوم اللي اعلنته المملكه العربيه السعوديه. فكان من باب اولى زي ما قال فضيله الشيخ جاد الحق عليه رحمه الله ان احنا يعني يوضع ميقات واحد لكل الدول، وكانت المشكله هنا ستنتهي، او على الاقل كانت الدول الاسلاميه يتم الاتفاق فيما بينها ان اعلان الميقات الخاص بيوم عرفه لان يوم عرفه او عرفه مكان واحد موجود في المملكه العربيه السعوديه وياتي اليه الناس من كل الدنيا، ولكن هذا غير معمول به في الحقيقه. المعمول به الى الان هو الميقات المحلي لكل دوله من الدول، وهو امر يعني لن يسبب مشكله، لان هي كل دوله وقفه عرفه بالنسبه لها هي الميقات اللي هي هتعلمه، لكن كل الحجاج من كل الدنيا اللي ذهبوا الى المملكه العربيه السعوديه هيكون الميقات بتاعهم هو الميقات الذي اعلنت عنه المملكه العربيه السعوديه.
انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الغني الجندي. اتمنى يكون الامر واضح، يعني الفكره واضحه بالنسبه. يعني وضحت، بس هي طبعا يعني مفروض ان الكل يلتزم بما يتم الاعلان عنه في الدوله اللي بيحصل فيها المناسك، يعني اعتقد يعني لانه ده شيء بديهي، يعني وقفة عرفات على جبل عرفات في المملكة العربية السعودية يعني شيء بديهي، يعني انه ده يحصل وانه كلنا نصوم مع بعض وقفة عرفات، كلنا بنذبح مع بعض في يوم واحد، كلنا بنعيد مع بعض في يوم واحد.